سي توفيق، شنو هو الموضوع الرئيسي ديال الروايه ديالك الجديده ذاكره المدني في انفا بارك؟ الموضوع الرئيسي هو نقاش ما بين جوج الاجيال، جوج الاجيال بيناتهم 50 سنه. هو عتاب ديال الطفل عاش بعض الاحداث خاصه للكهل الذي صار، وهو اللي عطى واحد القوه لهذاك الكهل باش يحكي مسائل لم تحكى في حينها، واللي كانت عاشها في سنوات الرصاص، واللي الاحداث ديال القصه كتدور في انفا بارك. انفا بارك هو فضاء جميل رائع اللي تخلق مؤخرا قبل 4 سنوات، اللي كان سابقا قسم من مطار انفا، واللي مع الاسف كان كذلك محل للاحتجاز تعسفي سري اللي كان سميتو الكربيس. ولهذا فاش كان الطفل الذي صار كهلا يزور هذا الفضاء، عادت الذاكرة لمجموعة من الأحداث التي عاشها الطفل وتركت بصمتها عليه، إضافة إلى هذا بموازاتها عاش كذلك ذلك الطفل معاناة وعنف في الدراسة ديالو في الثانوية اللي كان فيها. كيحاول الكتاب أنه يدعو الأطفال أنهم يكتبوا، ويدعو المسؤولين أنهم يأرخوا المواقع اللي كان عندها تاريخ، يأرخوا لها، لأن احنا في إطار المصالحة مع الذات ومع الوطن خصنا نكتبوا التاريخ ديالنا ونوثقوه. كاين شي لمسة سياسية في هذه الرواية ديالك؟ من خلال الحديث الأحداث اللي عرفها، ربما فيها لمسة سياسية لأنه بحكم تربيتي فيها غالبا لمسة سياسية، ولكن إضافة إلى اللمسة السياسية أنا أسطر على مسألة العنف داخل المدارس الذي لا زال لا يتحدث عنه، وحتى المدارس ترفض الحديث عنه. هذا هو الأساس ديال، إضافة إلى ما قلت، إلى الذاكرة، إلى حفظ الذاكرة بتأريخها، بجعل مجسمات لأماكن عاشت أحداث أليمة. إضافة إلى هذا كاين العنف المدرسي الذي يجب أن نتحدث عنه بكل ساعة صدر. سي منير، شنو القراءة ديالك لهذ الرواية الجديدة تاع السي توفيق وديع؟ طبعا هذه الرواية الجديدة هي عصية على التصنيف، هي تقترب من السيرة الذاتية وتقترب من الشهادة، شهادة تاريخية، هي تعكيس مسار حياة كاتب اختزل في وجداني وفي ذاكرتي محطات منذ مغرب الاستقلال، يعني منذ 6 عقود، وتفاعل وتعايش مع كل مختلف الأحداث يعني التي شهدها المغرب المعاصر بمختلف توتراتها وانفراجاتها. وكان طبعا هذا الكتاب كما أقول دائما كان مكتوبا في القلب وفي الوجدان وفي الذاكرة، وكتب له أن يصدر ورقيا في سنة 2023. ولهذا عندما نقرأ هذا الكتاب هو يأتي على لسان الطفل الذي كان شاهدا على محطات فارقة من حياة بلادنا، هو كتاب يختزل محطات ومشاعر ديال الكاتب، تفاعله مع كل أحداث التي شهدها كما قلت المغرب. هو سيرة ذاتية طبعا، لكن سيرة ذاتية لا تتكلم عن مسار حياة، يعني مسار حياة مفتوح، هي سيرة ذاتية تتحدث عن طفل في علاقته بالمدني الذي هو الكهل الذي ظل يسكن ذاكرة الطفل على كل حال
يبوح لنا بما كان تختزله مشاعر من قلق ومن توتر ومن توجس. وطبعا هاد القدرة على البوح لم تكن ممكنة بالنسبة للكاتب إلا بعد أن أخضع نفسه لعدة تداريب على مستوى فن الحياة، على مستوى الدورة التكوينية في دورة الصمت، على مستوى أنشطة اليوغا. فكانت واحد درجة تسامح كبيرة جدا مع ذاتي لكي يبوح بما بحبه.